يا روبا حبيبة قلبي، مش ناوية بقى تعمل لنا أكلة حلوة كده من اللي بنشوفها على التيك توك، بدل ما أنت هريانة فول وطعمية؟ شكل جيبك يا أخويا، وهات البطة والوز وأنا أعمل لك المحمر والمشمر. يا روبا يا روبا، ده أنت بتكسبي على قلبك قد كده، فك يا بت القمطة دي شوية، فرح أخوكي والراجل الغلبان اللي قاعد بياكل معانا ده. أنا ما بشتغلش يا أخويا عشان أفرح حد، أنا بشتغل عشان أجهز نفسي، اللي عايز يفرح يفرح من جيب. بس بقى يا ريت وهي يا رب عايزين نسمم الزفت اللقمة، إيه؟ وأنت يا أختي تجهزي لمين؟ دلوقتي مش معبرك ولا عايز يجي يخطبك؟ هو انا يعني كنت كتبت على اسمه؟ ما انا مثلي هتجوز في يوم من الايام، ولا فاكرني عدلك هنا؟ وانت يا اخويا بدل ما تحط ايدك في جيبك وتقول اجهز اختي بتقولي تفحينا، ده ايه الغرب ده؟ خلاص اهدي، عروسه النيل هنجوزك. قالوا لي صحيح، هو النجوميه ده كات ولا ايه؟ ولا لسه مزنوق على صلاح سالك؟ مش هشمتك فيها يا فريد، وهيجي وهيتقدم لي، وانت اللي هتقعد من كتك ده في مكانه. وايه اللي ما جابوش لحد دلوقتي يا حالتها؟ مشاكل، مشاكل عندهم واخته، شويه مشاكل كده تحل ويجي على طول ان شاء الله. مشاكل عندهم واخته الاثنين، هو كات فعلا بقى. انت مرتين لقمه وفتحت وبتقعد تقرف. انت قاعد ساند كده ليه يا هاد؟ كتكنيله في بروزك. يا اخي ربنا ياخدكوا بقى بجوازات عشان استريح واشوف دماغي، كتكنيله. اهو شوف، ما طول ما انت نيتك كده افضل قاعد لك في ارابيزك انا وبنتك المجنونه دي. خذهم خذهم بقى يا رب.